السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا؟ تنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير وأحسن الأحوال. أهلا بعشاق الديكور والتأويل. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم ثلاثة ديال الأعمال اللي سهلة وبسيطة، وهي نسميها إعادة تدوير لأنها ما غيكونش فيها بزاف ديال الخدمة وطيحة رخيصة ووسائل بسيطة وأي واحد يقدر يصوبهم. نبدأ العمل الأول، نبدأ على بركتي. غادي نحتاجو لهاد الطبسيل اللي تتشوفو ديال البلاستيك، اللوراني ديالو البلاستيك اللي فيه القطر ديالو 33 سنتيمتر، عادي بلاستيك واللي نقدرو نصوبوه هنا واي غطار. عندنا اي طبسيل ماشي لابد يكون البلاستيك. عندنا مرايه ديال 20 سنتيمتر ونقدرو نديرو له هاد لي بايات، اي غطار واي طبسيل ديال البلاستيك ولا صينيه قديمه نديرو له هذا الغراء هذا الابيض ونديرو له ديك لي بايات هادوك فضي ولا ذهبي ولا نصبغوه باش اي لون اللون الفضي ونديرو له البايات، ولا ما عندناش البايات نخليو له اللون ديال الصباغه. غادي نلصقوا المرايه في الوسط، مرايه ديال 10 دراهم انغو. المهم غادي نلصقوا هاد لي بيرل هادو، يكونوا عندنا الا كانوا عندنا، وهما تيكونوا رخاص هاد الشكل هذا لانه غير البلاستيك. غادي ندور على هاد الغطار هذا، غادي ندير 3 ولا 4 ديال الدورات ديال هاد لي بيرل اللي هو اللون ديالو فضي، وانتم تقدروا تختاروا اللون اللي بغيتوا حتى الالوان تجي زوينه. انا اختاريت هاد اللون الفضي، غادي ندير 4 ديال الدورات على هاد الشكل. هنايا غادي نحتاجو لهاد الاحجار عاديين، هانتوما تتشوفو احجار اللي فيهم هاد اللون، هذا اللي فيه ديك لي غوفلي. غادي نستفهم كما لاحظتو، غادي نستفهم هكا على هاد الطريقه هادي، وانا تخلي ما بيناتهم القياسات بحال حتى غادي نكمل على حسب شنو بغيت انا ندير. حتى نكمل الاول حطيتهم بلا ما نلصقهم حتى باش نشوف كيفاش غادي يجيو، ومن بعد غادي نبدا ندير لهم الشمع الغراء ونلصقهم على هذه الطريقه. ودابا غادي ناخذ هاد لي بيرل هادو، وغادي ناخذ القياسات وغادي ندير ما بين كل حجره ما بين الاحجار هكا، غادي نزين بهذا الشكل. بغيت نزين على هذا الشكل، والتزيين تيبقى اختياري، نتوما تختاروا اللي الشكل اللي عجبكم. صافي، يعني كملت بالتزيين. دابا غادي ندوز للمرحله ديال باش نعلق هاد المرايه، وهاد المرايه نقدروا نخليوها بحال بلاطو نزينوا بها، نحطوا فيها لي بارفان، نحطوا فيها لي تزيين، نحطوا فيها شميعات، نحطوا فيها المهم لي تزيين، واما نعلقوها نديروها مرايه لان بعض المرات المرايات يكونوا صالحين للتزيين بحال بلاطوات. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد المرايه ديال الاولى اللي درت، جات بسيطه وسهله واي واحد يقدر يدير بحالها، وتتبقى الاختيار ديال الالوان اختياريه وعلى حسب الاذواق. انا درت لها هذا الشكل. ودابا غادي ندوزو للعمل الثاني اللي غادي نصوب عاوتاني هذه المرايه. غادي ناخذ هذه المرايه اللي انا شريتها بانوغو رخيصه، وكنت باغيه نستغل المرايه ولكن عجبني الكادر ديالها، قلت غادي نفوت لي غيبقى بيد هكا، غنحاول ندير له واحد الزين، غنزينه بطريقه بسيطه وسهله
وانا جاني ندير له اللون الذهبي مع الابيض الذهبي حتى هو تيجي اللون زوين. وهاد بحال هاد المرايات هادو نقدروا نحطوهم كما قلت كبلاطو ولا نعلقوهم، المهم تيجيو زوينين واخا بساط وساهلين. هنا لي تزين خسرت هاد لي بيرل هادو ديال اللون ذهبي. وانتم تقدروا تعوضوا بحاجه اخرى بستخاس الا بغيتوا، ولا الا كانوا عندكم بحال هاد لي بيرل في الالوان، ولا المهم في اللون اللي تيجيكم اللي تعجبكم. هنايا بديت نلصق هكاك لان ديك الخويات هنايا في الوسط بغيت نلصق فيهم هاد لي بيرل، لان هذا حاجه سهله وبسيطه، وبعض المرات ندير حاجات سهله وفي امكان اي واحد. هذه اعاده تدوير ماشي شي حاجه اللي صعيبه، هكا باش نقدروا نبداو بالاعمالها بحال هكا اللي سهله وما فيهاش حاجه اللي غادي لا من ناحيه الامكانيات ولا من ناحيه الوقت، وحاجه بسيطه وسهله. اذا غادي ندير لهاد المرايه بهاد لي بير وانا تنقطع حتى غادي نكمل. هنايا غادي ندوز لهاد السطخاس اللي تنقطع اللي غادي نزين به لداخل شويه ديال المرايه باش يكون ديك الحاجز ما بين ديك لي بيرل والمرايه. ندير له غندور به ديك الجانب ديال المرايه حتى نكمل الدوره كلها. اذا كما قلت هاد التزيين هذا تيبقى اختياري، وانا تنحاول ان نرضي الاذواق كلها، ندير على حساب ماشي غير اللي تنبغي، انا تنحاول نشوف الاذواق ديال الناس والحاجه بسيطه وتنحاول نديرها وتتجات واخا الحاجه بسيطه بعض المرات تجي راقيه وتجي جميله. اذا انتم غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المرايه، هو هذا جا شكل جميل وتا هو زوين وتغير اللون ديالو، فغاتلي نخليوها بيضاء مرايه بيضاء. درنا لها هذا الشكل، نعلقوها في حمام، نعلقوها في بيت النعاس، في اي بلاصه في اي مكان في المنزل، جد جميله وراقيه ونقدروا نستعملوه كبلاطو. هنا غادي ندوزو للعمل الثالث اللي هو مرايه، عباره عن مرايه فيها 20 سنتيمتر، وهنا عندي واحد الصمطه سانتور حزام كان عندي قديم، وتنظن ان هذا الحزام معروف وتنجبرو عند اي مرأة كانت تتكون عندها بحال هذا الشكل هذا، ماشي هذا بالضبط ولكن بحال هذه الاشكال هذو ديال الحديد. بغيت نستغلو ونديرو نديرو بلاطو، نديرو صينية صغيرة للديكور، خاص للديكور. اذا قلت غادي نستغل هاد الحزام هذا، اذا انتم تشوفوا غادي نحيد له غير السنسله اللي والقفل اللي تي القفل ديال الصمطه ديال هاد الحزام، وغادي نلصقه في جانب ديال المرايه باختصار. ها انتم ساهل، غادي ناخذ ديك الدوائر ديال هاد الحزام وغادي نلصقه. ولصقته اختصرت لان باش نوريكم كيف تلصقوا عادي بالشمع، وتقدروا تلصقوا حتى بالغيره فورت، ديك المجهده ديك اللصاق المجهد بحال اوهي لا كول فورت. اذا هو دا شكل سوانيه صغيره تصلح للديكور، نديروا فيها ديكور في بيت النعاس في اي بلاصه، نديروا فيها شميعات، المهم بارفان، المهم نديروا فيها اللي بغينا، سهله وبسيطه. نديروا لها هاد الرجيلات، ونقدروا ما نديروا لهاش الرجيلات الا بغينا ما نديروا لهاش، ولا نديروا بديل حاجه اخرى. وسبق لي انني درت البديل ديال بزاف ديال هاد الصينيات هادو اللي تقدروا تجبروهم عادي ورخاص
وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الصينيه، صينيه صغيره جات على هذا الشكل، جات زوينه. ونستغلوا القطع اللي عندنا بحال هكا سمطا، اذا نحاولوا نستغلوهم ما نبقاوش نسيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الاعمال ديال اليوم اللي قدمت لكم. تنتمنى انهم يكونوا عجبوكم وراقكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لي اللايكات باش تشجعوني. وبالنسبه للجدات اللي اول مره تشوفوا القناه وعجبتهم القناه، ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اعمال اخرى باذن الله. ونقول لكم الغزالات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.